عشان كده احنا نزلنا الشارع وسألنا الناس، سألنا الشباب والبنات عن لغة التواصل والتفاهم بينهم وبين الآباء، وازاي بيتم استيعاب وجهات نظر الأبناء من قبل الآباء. خلينا نشوف الناس قالوا ايه. زمن وليه ظروفه نتيجة التغيرات اللي بتحصل للمجتمع من عصر للتاني، وده طبعا بيأثر على الأسرة وعلى تحديدا علاقة الأب بأبنائه. عشان كده بنقول أحيانا في فجوة بين الأجيال بنشوفها في اختلاف وجهات النظر وساعات كمان الآراء. تعالوا نسأل النهاردة الشباب إيه الخلافات اللي بتحصل مع آبائهم وبيتصرفوا معها إزاي. قولي إيه الإشكاليات اللي بتحصل ما بينك وما بين والدك؟ يعني مش اشكاليات قوي، بس عشان اختلاف فرق السن فاكيد التفكير بيبقى مختلف. في خلافات كتير بتحصل، بس في خلاف كان حصل برضه وانا كنت اقدم ثانوي. انا كنت عايز اخش مدرسه ثانويه وهو عايز يدخلني ثانويه ثانيه. اختلاف الاعمار بيفرق، ما بيعجبوش افكاري في حاجه خالص، كل ما اقترح عليه مثلا مشروع لا ما يعجبوش المشروع ده، عاوز مشروع غيره. طب الجامعه دي لا مش حابب الجامعه دي، انا عاوز ادخل كذا، ما فيش حاجه بتعجبه خالص. بيعترضوا على حاجات الشباب شايفها صح بالنسبه لهم، لكن هو بالنسبه له مش صح. يعني اللي هو ما ينفعش تخرج لوحدك، ما ينفعش تعملي حاجه مثلا احنا رافضينها انا وماما. هو مش اختلاف وجهات النظر، هو خايف عليه، بس بتفرق في الطريقه اللي بيعبر بيها. في اب بيعبر بطريقه اوفر قوي، اللي هو يحسس الابن ان هو ايه مش بيحبه، بس ده حب زياده. امتى جالك اول استدعاء ولي امر؟ كنت في ابتدائي، كنت بنزل ازوغ من الحصص وبنزل في استعراض رقص تحت في الحوش. هو لحد دلوقتي ما جاليش، لان انا من نوع المسالم قوي في المدرسه يعني، ومن النوع اللي ما بحبش اعمل مشاكل. هو كان جالي في ثانية اعداد، كنت مسكنا مشكله كده انا وواحد صاحبي، بس جالس الاول امر ما ادتوش لابوي. انا سالته الاول ايه اللي حصل، قال لي ما فيش يا ماما، بس انا وواحد صاحبي اتخانقنا مع بعض فبعته لك. كان في ثانية اعدادي بسبب مدرس طلب مني حاجات وانا ما كانتش معايا او كنت نسيتها في البيت، فشد معايا في الكلام، فانا برضو سبته ومشيت عشان ما بحبش حد يغلط فيا. لا ولا مره بصراحه، لا ولا مره. لا دي كانت بلاوي، انا ما كنتش بستقر في مكان واحد في فصل، يعني انا في السنه ممكن اطلع 5 6 فصول. افتكر ليه بيبقى في خلافات ما بين الشباب ووالدين؟ عشان اختلاف الاجيال برضو، كل واحد وجهه نظره، وبالسن فرق السن برضو من الاباء والابناء، كل واحد عارف بقى مصلحه التاني. لهم فكره ولفوا كتير، يعني عارفين الدنيا احسن مننا. احنا كابناء لسه صغيرين كفكره، هم بينصحونا بس احنا. بابا ساعات بيبقى شايف حاجات على المدى البعيد، انا بحس ان هو بيمنعني من حاجه بحبها، بس لما جيت كبرت اتاكدت ان هو صح في كل حاجه قالها. هو شايف نفسه صح فبيدي الكلام ده لابنه عشان عايز ابنه يبقى يطلع احسن منه. ساعات الاباء مش بيحسوا بالاسترس على الشباب، فاهم قصدي؟ ونفس الفكره برضو الشباب مش بيبقوا فاهمين الاباء، ان هم بيبقوا خايفين عليهم. هم عندهم الخبره الكافيه، يعني الصح والاكيد هو بالوالدين احسانا، لازم تسمع كلام والدك او والدتك في اي حاجه.